لماذا لا يبتسم الروس؟ الروس شعب جاد، صعب تلاقيهم بيضحكوا كتير او يبتسموا كتير. لو انت ابتسمت في وجه الروسي مش معناها يبتسم لك على طول، لان الابتسامه ليها معنى. مفيش ابتسامه من غير معنى. هو يعرفك هيبتسم، ما يعرفكش مش هيبتسم. تروح محل البائعه تعرفك انك زبون بتيجي كتير هتبتسم، انما ما تعرفكش مش هتبتسم. الابتسامه ليها معنى، مش زي الغرب الابتسامه لكل الناس، انك بتسلم على الناس صباح الخير او مساء الخير او حد يجي بتبتسم بشكل عام. انما الروس لا يبتسمون بشكل عام ولا يستقبلون احدا بابتسامه الا اذا كانوا عارفينه. وفي الثقافه الروسيه بيربوا الولاد ان ما حدش فيهم يضحك ولا يبتسم بدون سبب. عالم لسانيات في روسيا اجاب على السؤال ده طبقا لموقع سبوتنيك. العالم بيقول انه الابتسامه عند الروس لابد ان يكون لها مبرر، علشان كده هم مش بيبتسموا، لابد يكون ليها مبرر، وان هي مش رمز للمجامله. يعني في الغرب حد يجاملك فيبتسم، لا، الروس ما يجاملكش الابتسامه. الابتسامه ليها معنى وكانها تغني عن كلام وتعبر عن كلام. اذا مجمل اللي قاله عالم اللسانيات ان الروس فعلا لا يبتسمون، ده لسبب جوهري ان الابتسامه مش مجامله. الابتسامه لابد يكون ليها سبب وليها موقف، والناس مش ماشيه توزع الابتسامات في الشوارع او المحلات او الاماكن العامه. انما اذا ابتسم الروسي ده معناه انه فعلا بيبتسم لانه يعرفك او عايز يوصل رساله ايجابيه، انما مش مجامله بلا معنى زي ما هي موجوده في الغرب طبقا لعالم اللسانيات. في مقطع ساحر الحقيقه لطفله صغيره، فيلم قصير روسي، طفله صغيره بعدين والدتها اتوفت، اختها الكبيره مهتمه بيها جدا وتربيتها، انما اختها دي حزينه جدا على والدتها فمش عارفه تخرج من هذه الكآبه. فالطفله الصغيره جدا بتروح تجيب هديه ليها، هي اصلا معهاش فلوس، شويه فكه اي كلام، راحت بيهم. البائع اللي في المحل بص لها ازاي عايزه تاخدي القلاده ديت اللي هي بالشيء الفلاني بالملاليم ديت، فقالت له ان اختها مكتئبه من وقت مامتها ما توفت، وان اختها هي اللي بتصرف عليها وبتراعيها، فهي عايزه تخرجها من اكتئابها وتخليها تبتسم للحياه. هو فيلم رائع جدا جدا في التربيه ايضا، ان ازاي ممكن طفله تشعر هذا الشعور وتبذل هذا الجهد، وان البائع يتجاوب هذا التجاوب من اجل ان يخرج انسانه من محنه او حزن لتنطلق الى عالم الابتسامه التي لها معنى.